اليوم أنا عزمتكم على أغلى 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 فطور في العالم. تعالوا أعرفكم على أهم إطلالة في ريال سويت. صراحة يعني شو أحكي لكم، شعور جدا حلو لما تكون الكعبة المشرفة أمامك، لما يكون الحرم المكي أمامك، المعتمرين ما شاء الله من هين بإمكانك تشوفهم عمالهم بطوفوا. إطلالة جدا حلو، بانوراما بشكل صممت بشكل كتير حلو وكتير جميل مثل ما أنتوا شايفين. مش بس واحدة، في تنتين أو ثلاث إطلالات موجودة في رويال سويت. تقعدوا بتجلسوا على المقاعد هاي، بتستمتعوا، بتقرأ قرآن، يعني بتستخدموهم لكتير أغراض. كتير أشياء عجبتني في رويال سويت، ولكن أكتر شيء لفت انتباهي الألوان. التصاميم كانت كتير حلوة، مثلاً حاطين حتى كمان الزخارف بشكل كتير حلو، حروف الخط العربي جايبينها بطريقة جداً حلوة وهادية ومريحة للعين. الجلسات يا جماعة هنا كتير حلوة، يعني ممكن تجلسوا تتناولوا الطعام، الغداء، الفطور، السحور، كل عام وانتم بخير رمضان. فيعني كتير حلوة وكتير شرحة مثل ما بيحكوا. هلأ خلينا أخذكم على مكان تاني، إشي مهم وجداً جميل. تخيلوا تصحوا على أذان الفجر مثلاً، ولعلمكم في هنا ممكن تتحكموا بصوت الأذان، يعني إذا كان منخفض فيكم إيش؟ سامعين؟ علي بهالشكل، خفضوه أو تعلوه. الأهم من كل حاجة أنتم تصحوا على أهم إطلالة في العالم، الكعبة الشريفة، الحرم المكي، المعتمرين، يعني مشهد جداً مريح للنفس وكتير حلو. كمان كل وسائل الراحة موفرة لكبار السن بهالشكل، هون أو هون أو هون، فكل وسائل الراحة موفرة لهم. والحلو كمان في هاي المنطقة أنكم باتجاه القبلة تصلوا باعتباركم يعني في داخل أو نطاق الحرم. إن شاء الله راح أصلي ركعتين. بسم الله، الله أكبر. الله، لا سلام على طعام أحلام. لا إله إلا الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت العجل. هلا والله يا رب. انت من وين طلعت لي؟ والله يا زوجك شافني هناك فقال لي انك انت غرقانه بالشوربه. اه في احد قاعد يفتن علي وكشف بليلة واحد بليلة من اسراري. طبعا احنا من عاداتنا الفطور عندنا يا بليله يا فول، والفول اذا خلص لازم يكون موجود. نفطر ونتكلم اكثر. يلا تبغى اضافات؟ انا هيك تمام. لا يلا جالس محمد. والله يعني تقريبا اسبوع ان شاء الله. جد والله؟ اه باذن الله. تقبل عزومتي؟ طبعا، بس يكون اكل سعودي. كثير متشوق صراحه هالموضوع. ما اكلت الا الكبسه انا. انا ما كان قصدي اكل، بس ابشر بالاكل وابشر بتنوع الاكل. شو قصدك؟ انا قصدي بما انك جالس اسبوع، انا ابغى منك يومين في مكه، حعرفك جولة على مكه، جوله نستكشفها مع بعض، لانه حتى انا مكه القديمه صراحه يعني ما اعرفها، فحابه اني استكشفها. وبعدها ناويين باذن الله نروح المدينه، ايش رايك؟ توكل على الله. سعد تسلم وتعيش، بارك الله فيك. طبعا فروانه انت خلاص ادمنت القهوه العربي والتمر. مش من انا اليوم 18 تمره الحمد لله رب العالمين، من حد الافطار لهلا. والقهوة جدا رائعة صراحة يعني. أهم شيء إنك حبيتها كثير والله. وحدلك على الأسواق اللي تقدر تجيب منها قهوة قهوة وتمر تمر بالمدينة إن شاء الله. خلي جزئية التمر أنا أوعدك ألذ تمر في العالم. يعني لازم أرجع بخمسة كيلو زيادة، ستة كيلو طبعا. هذا الطبيعي. وعلى فين؟ لا إحنا الحين أصلا نازلين على السوق، نص الرحلة علشان الأكل والنص الثاني علشان الهدايا التذكارية. لازم اللي والله حنجيبها. في بعض الأشياء بديها ضرورية صراحة. كيف يومك بالمجمل؟ بالله قول الصراحة. لا لا قول الصراحة بالمجمل كيف. والله الصراحة سلس وسريع ومضى على خير، والأهم من كل هذا موضوع النزول المباشر من الأوتيل. تلاقي حالك بنص الحرم. صح. كتير حلو يعني. هذه ميزة في كل فنادق. أدي كل الصلوات كل يسر وبسهولة. هذه ميزة عندهم، لأنه باقي الفنادق رائعة وجميلة، بس لازم تغير من برج لبرج. هم عندهم هذه الميزة على طول. شوف الحين لما ننزل من الأسانسير
تحت وين في المطاعم والسوبر ماركت انت تعرف على انا بفكر ان شاء الله اختي وخالتي حجيبهم هنا يا رب صراحه يعني يا رب لانه سلس كثير وخالتي ما بتحب يعني تمشي كثير وكذا فان شاء الله يا رب يا رب يا رب ما شاء الله زحمه ناس من كل الاعراق من كل الجنسيات فعلا المهم فروانة والمشاهدين ثلاث نصايح رئيسية قبل لا ندخل في معمعة وزحمة السوق أول حاجة محتاجين شنطة تنربط على الخصر فيها سحابات كثيرة توزعون الفلوس على أكثر من سحاب وما تشيلون معاكم إلا الأشياء الضرورية فقط وتكون متمسكة بخصركم مرة كويس الحاجة الثانية خذوا معاكم كاش أغلب المحلات ما عندها حساب في البطاقة وإذا عندها ممكن أنها تنزل لك في السعر بس لأن عندك كاش أنت راح تعطيني إياها فري ما عندي مشكلة الحامل واللي بداخلها ما عندك مشكلة الكاش عندي اليوم ثالث نصيحة أخيرة لا تشتروا من أول عرض أو من أول سعر يقدمون لكم إياه لأن كذا أهل مكة يحبوا الكلام الحلو يحبوا الفاوضة. الأخذ والعطاء وحتأخذوه بأحلى الأسعار يلا بسم الله يلا بسم الله طلع طلع هاي ياه هاي كثير حلوة مرة حلوة أشوف والله جيب دقلة جيب دقلة جيب دقلة إيش اسمهم هذول يا فروانة؟ هذا بنحكي عنه احنا سديري سديري آه. واحنا نفس الشيء الجولي او السديري وهذه هي جلبيه جلبيه لا هذه اسمها الدقله طبعا تراديشنال سعودي يلبسوها اهل الحجاز بشكل جدا كبير الثوب يكون ابيض ساده ينلبس في المناسبات في يوم الجمعة زي الافراح مثلا الافراح حلو. يكون يعني هذا السديري فوق الثوب هذه مو كثير يعني بس الأطفال يحبوا يلبسوها الطاقية المطرزة بس الدقلة موجودة في أغلب مناطق السعودية مو بس في الحجاز الدقلة هاي الدقلة إيش اسمها؟ الدقلة مش جلبية يا الله الحين حذوقك حاجة باردة تسرسح واضح واضح من هلا هذه من أشهر المشروبات اللي موجودة هنا في مكة طبعاً ثقافتها جاية من مصر أنت تعرف قارب الكبير آه يعني شارب قصب من قبل بس والله قبل سنة تقريباً أوكي طب خلاص أنا عازمتك نجرب وتقول لي إذا نفس طعم القصب ولا لا أنا شايف الشباب هنا مصريين يلا خليهم ستة إذا بدك شكله جاي أنا طالبة أربعة قلت إذا تبغى زيادة بسم الله تفضل سلم إيديك والله تسلم بسم الله تفضل يا حج بسم الله الرحمن الرحيم والله مرتب واو واو مرتب بارد والله. يسرسح سكر نفس هالأجواء والمشي الطويل تحتاجونها خلينا هنا سبحان الله زمان كانت السبح صغيرة وتقليدية اليوم اختلفة أشكال وألوان وأحجام كثير حلوة فأنا دائماً بميل للسبح الخشبية كثير بتكون حلوة أحلام في ريحة أشياء طيبة يا ويلي الاكل انت لسه حنمشي وحناكل حناكل فايده حتقعد كل شويه تتشهون الجوع ما راح نلحق شو هذا حلو انت ايش رايك ايش تتوقع يعني بين البنين حذر حذر على بال ما وي نيد وان ها وجيب واحد وبعدين قطع مربع صغير يعني يا حلو على بال ما تخلص يا حلو يا مالح اللي نفرض حلو ايش نفرض حلو ايوه اكيد مش كنافه يعني يعني زي مثلا فطير المشلتت حاجه زي كذا شيء قريب زي هيك تمام واذا كان مالح اذا كان مالح يعني زي الاشياء الصاج اشياء الصاج فطاير ما فطاير محشي بجبنه محشي زعتر اشياء زي هيك اتوقع انا استمتع لما يكون معايا احد واذوقه حاجه عمره ما ذاقها في حياته هذه واحده من الفطاير الشهيره هنا في مكه هذه الفطيره محشيه
ترارارا شو؟ في البطاطس. والله ياه مش باين على فكرة ابدا، بس انا ابغى اشوف رياكشن لما تجربها وما راح اشبعك. فكرت حلويات نعتبرها حلويات، اذا كنت مشتهي الحلا لسه لقدام في انواع حلا كثيرة. وتخيلوا بريالين بس هذه الفطيرة الكبيرة بتأكل 10 ريالين. ريالين ريال واحد بريالين ريال واحد خلاص يلا ريالين. رمضان كريم على شانك ورمضان كريم حاطين ريالين ريال. حبيت؟ كويسة والله طيبة والله. هي جمعت بين سمبوسة البطاطا الهندية وبين خبز الشباتي أو الخبز الأفغاني. أكثر من طعم. ما لاحظت أنه أصلاً هنا في محيط الحرم أغلب المطاعم باكستانية أفغانية هندية. انتبهت للشيء هذا لأنه هم الجالية الأكبر. يعني هذا ما يعبر عن أكل مكة. بكرة نستكشف أكل مكة. والله بخاري، اكلات غريبه بالبرتقال. ما راح احرقها عليك. مش نسي لك الكبسه لازم هاي. ما يشبع ما يشبع ما يشبع. عائلة كبيرة أنا أنصحكم أنكم تأخذون نظام البنت هاوس. البنت هاوس يكون مثل فيلا مصغرة تجمع كل أفراد العيلة. الهدف منها حاجتين، الأول يعطيكم مساحة أكبر أنكم تنزلون الحرم وأنتم مرتاحين والعيال مثلا نايمين. الحاجة الثانية فيها كل الاحتياجات اللي أنتم تختارونها. يعني مثلا هذا البنت هاوس في حياة ريجنسي مكون من 4 غرف نوم رئيسية وغرف للأبناء ومطبخين، مطبخ فوق في الدور العلوي منفصل تماما ومطبخ في الدور السفلي. كثير يهمني بالفنادق اللي اختارها هو مستوى الخصوصية والأمان. هنا بالفندق عندهم شاشات ذكية تخليكم تشوفون مين برا البوابة. غير كذا غرفكم إذا كنتوا ناسين مفاتيحكم أو قريبة من الجوالات عادة ينفصل الإرسال عنها وتتورطون إذا راجعين آخر الليل، فهنا الأبواب كلها ذكية تشتغل على الكود. برضو من الأشياء اللي حبيتها هنا في البنت هاوس إنه متوفر لنا أسانسير ياخذنا للدور العلوي، يفيد علشان تحملون الأشياء الثقيلة إذا جايين من السوبر ماركت، وبرضو يفيد إنه يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اليوم أنا عزمتكم على أغلى 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 فطور في العالم، ما لذ وطاب، تمر المدينة والإطلالة الأجمل جنب بيت الله الحرام. تدروا أن الناس تتعنى ويفرق معاها أنها تحصل فنادق قريبة من الحرم لسهولة التنقل والنزول إلى الساحة، وعلشان يقدروا يستمتعوا بهذه الإطلالة طول 24 ساعة. إيش الأشياء هاي؟ أشكال لفتتني صراحة. إيش تتوقع؟ يمكن إشي مثلاً ديزاين بحطه في إضاءة معينة كذا، مع إنه هيك في طراز إسلامي أو زخرفة إسلامية. صح، هو في زخرفة إسلامية. هذه اسمها المشربيات. مشربيات. مشربيات. شو يعني؟ تزين البيوت الحجازية. إيش المشربية؟ كل الطراز الحجازي راح تلاقي فيه مثل هذه المشربيات. خلف المشربية هي زي طاقة. يعني. زي طاقة. يعني نقدر نقول عنها طاقة. أنت تسموها طاقة صح؟ اللي هي شباك. ولكن هذه بتغطي الشباك. أولاً يدخل منها البرودة. طاقة. صح الطاقة. أنا إيش قلت؟ طاقة. طاقة.
ايوه. فخلاصة الموضوع انه يكون المجلس النسائي خلفها مباشرة، وهذا الشبك يفصلها عن الشارع، فهي تكون مراقبة كل شيء من الفتحات هاي، من الفتحات، وما تنكشف لا على الجيران ولا على الشارع، وبنفس الوقت يدخل الجو الحلو. فكرة كثير حلوة. مشربية. الله عليك. تعالي تعالي تشوف البخور، أنا كثير بحب البخور والله. من جد؟ تحب البخور؟ كذا كذا خلها على الأصول، يلا كذا. حلو والله. لازم انت كمان، لازم انت. يا انا يعني اوكي اطبخ بس من بعيد لبعيد، خلينا نشوف احسن الانواع. يلا ما شاء الله 5 انواع. شو اطيب شيء انت بتفضله؟ هو فعلا البخور طبيعي افضل شيء. ايوه هيدي افضل شيء. هذا شكله زي اللون غريب. هذا مروكي. المروكي دائما يجي ملوكي؟ مروكي. في قصة. من وين؟ هذا بيجي من الحرب من الهند أو بيجي أحيانا من الجنوسي. طبعا هذا من كان ملك. كان بيجي منه الدرجة الأولى. وتغير لأنه صارت لك تصنيعه هيك عاملة تاخذ حكم أكثر. فبيكلم. بقول لك لا نحسن. وعلى تحسينك وماشي. ما شاء الله شبه قشرة الخروف. خلوه ياخذ راحته. انا راح اقول له كلمه واحده، نبخرك ان شاء الله في يوم عرسك. انا بديت اجوع، راح اروح اشوف لي مكان اكل فيه. بخور احلام. عريكه يا عريكه، واحلى من 100 مليون بخور، وحتدعي لي. انا والله كثير متحمس اجرب صراحه. ايش تتوقع العريكه؟ يعني شايف كاجو كورن فليكس، انت شايف بس المكسرات اللي في الوجه. انا ابغى اتحداك بهنا الطبقات هذه. هذه ايش هذه؟ هاي مكسرات يمكن مهروسه. نب 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 نب. طب خل لقمه. طب انا بلعت لقمه. طب يلا نجرب وجرب وقول لي ايش النكهه اللي تطلع لك. اوكي لا اغرف من داخل، ما موش من برا. ها ايوه تمام. هذه لقمه ملكيه. روعه والله. لا انا ما سالتك عن رايك، قلت لك ايش المكونات حقتها. مكسرات هلا. ايوه فيها طبقه زي ايوه. برافو برافو برافو. مش برافو. مش جبن. انا ابغى هذه يعني. هذه البنيه. هذه ايش؟ تمر. يا جماعه عشان ما نطول عليكم وسعابيلكم تروح يعني الى عالم اخر، انا راح اقول لكم العريكه هي البر الذي يعرق بالتمر والسمن، ومن ثم بعد كذا يسووه زي خبزه التمر صح؟ صاج او طابن كذا كبيره سميكه، بعدين يرجعوا يفرموه بالفرامه او يدقوه، بعدين يحطوا طبقات من القشطه والكورن فليكس والمكسرات، وانتهت حلقتنا. بدي اكل.